افتتح العين فايز الطراوني المؤتمر الأردني الأول لاضطرابات التوحد، والذي ناقش موضوعات تتعلق بالتقييم الشامل للاضطرابات النمائية والتوحد وأطيافه ونظرياته وأنواع العلاج لأطفال التوحد. الهدف من المؤتمر أنه إحنا نطلع بتوصيات وبورقة عمل نرفعها لمكتب جلالة الملكة رانيا العبدالله لحتى نلقي الضوء على مشاكل هدول الأطفال، أنهم بحاجة لاهتمام أكبر، بحاجة لدمجهم بالمدارس، بحاجة لأنه يكون لهم مركز حكومي، لأنه أطفال التوحد أطفال ما بنقدر يعني نحطهم تحت قائمة إعاقات، لأنهم مش معاقين، هدول الأطفال بس عندهم مجرد اضطرابات، إذا قدرنا نعالجها ونبلش معهم بعمر صغير رح نقدر نستفيد منهم ويصبحوا أشخاص بناءين كتير بالمجتمع. اضطراب مكتسب يظهر على شكل أعراض تتعلق بسلوك الطفل وقدرته على التواصل والتفاهم مع الآخرين واكتسابه للغة الاستيعابية والتعبيرية والقدرة على التعامل مع الآخرين. هذا هو مرض التوحد. حفيدي هو مصاب بمرض التوحد، جينا على المركز مشان أطلع أكثر ويصير عندي معلومات أكثر مشان أقدر يعني إلى قدر إلى حد أكثر قدر ممكن أجعله شخص طبيعي. أطفال التوحد يحتاجون إلى مراكز رعاية تعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال إلحاقهم بالمدارس لتأهيلهم للخروج إلى سوق العمل. فالهدف من المؤتمر نشر التوعية المجتمعية للتعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، بالإضافة إلى أن أهمية التدخل العلاجي بأنواعه مبكرا تؤدي إلى نتائج أفضل على الطفل والأسرة والمجتمع، بحيث يصبح هذا الطفل فردا فاعلا في المجتمع بدلا من أن يكون عبئا ثقيلا عليه. ميس سيلاوي لبرنامج دنيا يا دنيا عمان.